السؤال اللي عايزين نسأله لنفسنا وإحنا في هذه الأيام والليالي الشريفة، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى اصطفى أيام واصطفى ليالي واصطفى بشر واصطفى أماكن، وكل هذه الاصطفاءات لنفع الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام ينبه فيقول ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، والحديث روي بأكثر من لفظ نفحات ولنفحات، ألا فتعرضوا لها، وفي رواية ألا فتعرضوا له، أي تعرضوا للنفحات في هذه الليالي، أو ألا فتعرضوا له يعني تعرضوا لنفحات وعطايا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام والليالي الشريفة، مش بس شهر رمضان، في كل ما عظم الله وكل ما اصطفى الله سبحانه وتعالى من الأيام والليالي الشريفة على مدار العام كله. إذن المؤمن نهاز للفرص، يستغل الفرص دي، ما تفوتش الفرص دي إلا ما يكون له نصيب وافر. رحاب شهر رمضان المعظم اللي كله أيامه خير. احنا في فرع الشيخ زايد حصل تجهيزات كثير تم التجهيز إليها من قبل مجلس الإدارة خلال هشاش معظم لإسعاد أعضاء النادي الأهلي. حاجات أنشطة ترفيهية وخيمة رمضانية، ومن ضمن الحاجات دي الندوات الثقافية اللي بتوعي أعضاء النادي الأهلي من خلال لجنة المرأة اللي بترأسها الدكتورة عزة رباب. ندوة كانت رائعة وأكثر من رائعة، زي ما انتوا شفتوا كده ما كانش في مكان يعني الحقيقة لحد بيقعد، ناس قاعدة وناس واقفة والناس كلها مبسوطة جدا وفرحانة، والحقيقة يعني مقر الجزيرة ومدينة نصر عايزين دكتورة نادي عمارة إن شاء الله بإذن الله، اتفقنا معاها بإذن الله هتنورنا في الفرعين جزيرة ومدينة نصر بإذن الله قريب قوي. الحمد لله احنا محظوظين جدا جدا بعضوات أكثر من رائعات الحقيقة يعني، ومحظوظين أكثر بثقة مجلس الإدارة فينا، إن شاء الله هنكون قد الثقة. الحقيقة أنا انبسطت جدا بالدعوة أولا، وكمان احنا كانت أجواء رمضانية جميلة جدا، والحضور يعني كان التفاعل بتاعه قد إيه مهم، لأن برضو اللقاءات المفتوحة دي اللي بتبقى فيها لقاءات جماهيرية مهمة بالنسبة لي أكتر من مهمة للناس كمان، لأنه ده بتخلي يعني على طول على قدر من المعرفة المتصلة بما يحتاجه المشاهدين، بس وجها لوجه مش بقى عبر الكاميرا، فهي أجواءها كانت لطيفة في الهواء الطلق كده، فكانت فعلا جميلة. أنا انبسطت جدا بيها النهارده، الحضور طيب جدا، وإحنا على فكرة نسل كمان بلغتهم قبلها بوقت بسيط، فبالنسبة لكده طبعا حاجة كويسة، وهم ما شاء الله يعني أعضاء وعضوات متفتحات وأصحاب أسئلة يعني مهمة جدا في الفقه، فالحقيقة أنا سعيدة جدا جدا، وخالص الشكر كمان للدكتور عزة لأنها بذلت مجهود معنا، وربنا يبارك فيكم جميعا. أصلا دكتورة نادية ست ممتازة الحقيقة، بتتكلم معاها أو بتسمعها ما بتحسش إن أنت قاعد في حد بيتكلم عن الدين حاجة كده مصمتة، هي بتتكلم عن مبادئ الحياة وبتتكلم بسلاسة، فهي الحقيقة ست ممتازة، حتى لو أنت وقعدت ركزت في الأسئلة بتاعتها أسئلة من واقع الحياة. بصراحة يعني النادي عامل حاجة جميلة جدا إنه جاب لنا دكتورة زي دي، دكتورة عظيمة، إحنا تشرفنا بوجودها معنا بصراحة، وإحنا يعني بنشكر النادي على تواجد الدكتورة نادية معنا جدا، وبعدين كان الأسبوع اللي فات كان معنا الدكتورة سعاد صالح، ويعني بصراحة النادي عامل حاجة جميلة جدا يعني. دي حاجة جميلة جدا جدا طبعا، إن إحنا في شهر فضيل زي كده ونعمل ندوات، ودكتورة نادية عمارة يعني فوق الممتازة، يعني أنا بتابعها دايما في التلفزيون، والواحد بيستفيد جدا جدا من علمها، وربنا يزيد من أمثالها.